إلى العراق، حيث أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية اليوم عدم تمديد فترة أخرى لتسجيل التحالفات والمرشحين، فيما أشارت إلى أنه لا عودة للمنسحبين، حيث ذكر بيان للمفوضية أنه ضمن استعدادات مفوضية الانتخابات لمرحلة الاقتراع لإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي والمقرر إجراؤها في 10 أكتوبر المقبل. تم تحديد الأعداد النهائية لمراكز ومحطات الاقتراع التابعة لمراكز التسجيل الانتخابية. وأكدت مفوضية الانتخابات خلال البيان في رسالة أكدت اطمئنان الشارع العراقي ومن ضمنهم الناخبون وأيضا المهتمون بالشأن الانتخابي والمجتمع الدولي، وأنها حريصة كل الحرص على نزاهة العملية الانتخابية باتخاذ السبل اللازمة لإنجاحها، فهي بصدد دراسة الإجراءات الكفيلة بترصين العملية الانتخابية. عبر الهاتف ينضم إلينا من بغداد السيد سيف السعدي المحلل السياسي. سيد السعدي مساء الخير، أهلا وسهلا بك في هذه الجولة الإخبارية على إكسترا نيوز. كيف تبدو طبيعة الانتخابات الحالية في العراق مع كل هذه البيانات التي تصدرها المفوضية؟ يا أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، تحية طيبة لكم ولقناتكم الكريمة وإلى شعبنا العربي في مصر العربية. شكرا جزيلا. طبعا حقيقة المفوضية المستقلة للانتخابات تحاول إرسال رسائل اطمئنان إلى الشارع العراقي من خلال طمأنة الشارع العراقي بأن الانتخابات سوف تكون نزيهة بعيدة عن عمليات التزوير التي رافق الانتخابات السابقة. قبل فترة أو قبل تقريبا 4 أيام كان هناك زيارة للسيد رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي إلى مدينة سامراء و محافظة صلاح الدين، ومن هناك أيضا أرسل رسائل اطمئنان بأن الانتخابات المقبلة المزمع انعقادها في الشهر 10 من هذه السنة سوف تكون هناك آلية جديدة بحيث تكون نتائج الانتخابات تعلن خلال 24 ساعة، ولا يمضي على هذه النتائج إعلان هذه النتائج أكثر من هذا الوقت حتى لا يشوبها بعض التزوير الذي رافق الانتخابات السابقه. المفوضيه الانتخابات تحاول من خلال الاليه المعمول بها من خلال البطاقه البايومتريه وممكن البطاقه الالكترونيه طمانه الشارع العراقي، وكذلك ابعاد التصويت عن طريق الشريط الخاص بحركه السكانيه او الخاص بالنازحين، تعتمد على البطاقة الإلكترونية والبطاقة البايومترية. صحيح. حقيقة حددت المفوضية وقت سابق للمرشحين والقوائم الكتل التي حددت مرشحيها وكذلك القوائم التي سوف تشارك في العملية الانتخابية. رافقها عدد عديد من الاعتراضات من أجل إدخال مرشحين جدد. الآن الوقت حقيقة قد استنفذ الذي حددته المفوضية، وترى المفوضية بفتح الباب على مصراعيه أمام وجعل الوقت مفتوح أمام لكل مرشح للترشيح للانتخابات، هذا سوف يضر بالسمعة الانتخابية وكذلك يضر بالدعم اللوجستي أو كذلك الأمور الفنية التي حددتها المفوضية، لأن المفوضية العليا مستقلات محددة بتوقيتات سواء كان من مجلس النواب العراقي أو من مجلس الوزراء من أجل المباشرة بالأمور الفنية التي صحيح. تتعلق بالأموال الخاصة بالمحطات وكذلك الخاصة بإعداد فريق متكامل للتدريب على الأجهزة الإلكترونية ومن أجل السيطرة عليها ومن أجل رفع نتائج الانتخابات خلال مدة حددتها مفوضية العليا للانتخابات تتمثل ب 24 ساعة. الرئيس العراقي برهم صالح سيد السعدي يقول أنه انتهاك إرادة الناخب والتلاعب بصوته وانتهاك للسيادة العراقية. إلى من يوجه هذه الرسالة تحديدا الرئيس العراقي عندما يقول أن عندما يشير إلى أنه ربما يكون هناك انتهاك لصوت الناخب العراقي وأن ذلك خط أحمر ومحظور بالنسبة للانتخابات القادمة؟ حقيقة السيد برهم صالح أشار بصورة واضحة إلى الأحزاب التي تمتلك فصائل مسلحة لا سيما في بغداد وكذلك المحافظات الجنوبية وبعض المحافظات التي تكون متنفذة هذه الأحزاب فيها، تمتلك سلاح
ممكن من خلال هذا السلاح تقوم بالتلويح وإجبار الناخب ومصادرة صوت الناخب. نعم. وكذلك لا أستبعد يعني أيضا التصويت الخاص بالقوات المسلحة سواء وزارة الداخلية وزارة الدفاع، أيضا هناك تأثير من خلال قادة الفرق أو أمراء الأبواج أو أمراء الألوية بالتصويت باتجاه مرشح دون آخر. فسيد برهم صالح كان يقصد الجهات التي تمتلك نفوذ، تمتلك قوة نفوذ وتمتلك قوة سلاح، دائما تلوح إذا ما فاز رئيس الوزراء من الكتلة الفلانية، لا سيما أن التيار الصدري وكتلة السائرون مرارا وتكرارا صرحوا وأدلوا بتصريحات بأن رئيس الوزراء المقبل سوف يكون من كتلة السائرون، أي من جبهة أو من كتلة السيد مقتدى الصدر، غير ذلك سوف تكون أمور لا تحمد عقباها. أيضا تهديدات وتلويح بالسلاح سواء كان من دولة القانون التي يدعمها السيد نوري المالكي أو والفصائل المسلحة، وكذلك من السيد هادي العامري زعيم كتلة بدر. هناك حقيقة لا أخفيك سرا أن الكثير من المجلسات وكثير من المعطيات تشير إلى إذا ما تم للتوافق والاتفاق بين الكتل السياسية فإن ما بعد الانتخابات هناك بعض الأمور لا نريد أن تحدث حقيقة أي صدام مسلح بين سواء كان من عناصر الحشد الشعبي أو من عناصر الفصائل المقاومة أو الفصائل الأخرى التي تحتك سواء كان بالجيش أو الداخلية. وشاهدنا قبل مدة استعراض داخل المنطقة الخضراء، المنطقة الدولية التي تشهد استضافة بعثات دبلوماسية وكذلك الدولية، لأنه يضر أولا وآخرا بسمعته العراق. لا نتمنى ذلك، ولكن نريد من السيد رئيس الوزراء طمأنة الشارع أكثر بإبعاد لا سيما المناكفات والتجاذبات العسكرية المسلحة، لا سيما الفصائل التي تمتلك فصائل مسلحة، عن المشهد الانتخابي. هل عدم خوض السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وعدم وجود مرجعية حزبية وسياسية ومن خلفه طبعا كتلة رئيسية له، هل ذلك يساعد على كسب ثقة في هذه الانتخابات بالنسبة للناخب العراقي والمواطن؟ حقيقة السيد رئيس الوزراء لم يكن مرشح ضمن هذه الانتخابات ولم يقدم اسمه كمرشح. صحيح. ولكن السيد رئيس الوزراء حسب المعطيات وحسب التحليل على أرض الواقع، إن السيد رئيس الوزراء لديه مناورة تتمثل بدعم كتلة التيار الصدري، أي كتلة السائرون التي تمثل ممكن الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب عدديا، من ناحية تمتلك أكثر من 52 مقعد داخل قبة البرلمان. سيحاول أن يناور أن يكون مرشح لهذه الكتلة، وليس شخص مرشح للانتخابات، وإنما مثل ما أدى السيد رئيس الوزراء عن طريق توافق بين الكتل وترشيح ورشح عن طريق رئيس. صحيح، وكان مرشح توافقي في النهاية داخل قبة البرلمان ليشكل، كان مرشح توافقي. السيد رئيس الوزراء أيضا يحاول أن يعزف على هذا الوتر بأن يكون لا يكون مرشح الانتخابات، ولأنما يكون مرشح توافقي عن طريق كتلة السائرون، ولكن هذا الطريق لن يكون معبد لأمام السيد رئيس الوزراء. والوقت ربما مبكر للحديث عن هذا الأمر، يعني الانتخابات أولا ونتيجة الانتخابات ومن ثم يجرى التوافق حول رئيس الوزراء القادم. طيب سيد السعدي، قانون الانتخابات كانت أثيرت بشأنه كثير من الجدل خلال السنوات والأشهر الماضية، تحديدا بعد ما حدث من تظاهرات في العراق في العاصمة وفي المحافظات الجنوبية ومحافظات الوسط. هناك بعض الكتل ربما ترفض هذا، أو على الأقل الشارع يرفضون بعض بنود هذا القانون، والكتل أيضا ربما لديهم عدد من التحفظات على هذا القانون. كيف يمكن لهذا القانون أن يكسب أيضا ثقة الشارع والأحزاب والقوى السياسية في الوقت ذاته؟ حقيقة بداية ثورة تشرين كانت تطالب بالدوائر المتعددة، قانون الدوائر المتعددة وليس المفتوحة وليس المغلقة. ممكن كتلة القانون تحاول نحو الدوائر المغلقة، ولكن الجمهور وثورة تشرين خرجت من أجل أن يكون هناك دوائر متعددة في محافظة الأنبار وصلاح الدين وكل المحافظات، بحيث يكون المرشح حسب تصويت الناخب لهذا المرشح، وليس حسب يكون تصعيدي عن طريق الكتلة. صحيح. الانتخابية حقيقة فيه ثغرات، بعض الثغرات ممكن المادة 15 وكذلك المادة السادسة من المادة السادسة التي تختص بالدوائر المتعددة، وأيضا ممكن الأقضية التي تم تحديدها مسبقا 40 قضاء الآن خارج
اعتراف مجلس الوزراء او الامانه العامه لمجلس الوزراء. ايضا هناك الحركه السكانيه، هناك الكثير من النازحين لا زالوا متواجدين في المخيمات، هؤلاء مصيرهم مجهول، ينتخبون او لا ينتخبون بالاول، وبالتالي هم يعني مواطنين لهم الحق في التصويت. هذا القانون فقط شمل التصويت عن طريق البيومتريه وعن طريق البطاقه الالكترونيه، ولم يشمل واغلب هؤلاء المتواجدين في المخيمات النازحين هم لا يمتلكون بطاقات الكترونيه، وانما يمتلكون بطاقات هويه في هويه تعريفيه عن هذا الشخص. لذلك هناك الكثير يعني سواء كان خارج البلد او داخل البلد ممن لم يحدثوا بياناتهم، ممن لا يمتلكون بطاقات الكترونيه، هؤلاء مصيرهم مجهول، هذا القانون لم يضمن حقوقهم، بالتالي بحاجه حقيقه هذا القانون. هو اقر في مجلس النواب، هو مكون من 50 ماده تم اقرارها من قبل مجلس النواب العراقي، وايضا تم اقرار قانون المحكمه الاتحاديه بالتاليه التي تصدق على نتائج الانتخابات في المرحله النهائيه، ولكن يشوبه بعض نقاط الضعف ممكن التي ممكن هناك من يشكك في نزاهه هذه الانتخابات، ولكن نتمنى ان تكون هذه الانتخابات تسري بصوره واضحه وعلنيه وشفافه، وكل ما طال الوقت بتاخير النتائج كلما كانت هناك عمليات تلاعب، وحتى على المستوى الدولي في الانتخابات الامريكيه وانتخابات الروسيه وانتخابات الدوليه شابتها بعض التشكيكات وبعض الطعون، وهذا امر طبيعي لان تاخير انتخابات تاخير اعلان نتائج انتخابات ليس مصالحه اي طرف. طيب. لذلك زميلي العزيز اركز على ان هذا القانون يشوبه بعض نقاط او مكامن طيب اخيرا سيد سيف، هل يمكن لعدم الاستقرار الامني في بعض من مناطق العراق، ونحن نلاحظ دائما ان هناك عمليات عسكريه وامنيه تجرى في محافظات مختلفه، اخرها كان ربما في ديالى، وكان هناك الاعلان عن القبض على عدد من الارهابيين في هذه المحافظه، بالاضافه طبعا الى محافظات اخرى، هل يمكن لكل هذه العمليات التي تقوم بها القوات الامنيه والعسكريه ان تؤثر على التجهيزات اللوجستيه والبشريه للانتخابات القادمه؟ بالتاكيد زميلي العزيز، لا شك ان هناك علاقه طرديه ما بين الجانب الامني والجانب السياسي. حقيقه كلما كان هناك استقرار سياسي، كلما كان هناك استقرارا امنيا، ونشهد عمليات انتخابيه نزيهه، وايضا استقرار اجتماعي وعمراني. على سبيل المثال محافظه الانبار عانت ما عانت من داعش الارهابي، ولكن الانسجام السياسي مع الجانب الأمني شهدت عمليات إعمار وعملية استقرار اجتماعي ومصالحة مجتمعية، وبالتالي تشهد حالة من الاستقرار الأمني والسياسي، وكذلك تشهد تطورا عمرانيا في ديالى وكركوك وباقي المحافظات. حقيقة هناك تداخل ما بين الجهات الأمنية والجانب السياسي، الجانب السياسي له تأثير بشكل مباشر على الجانب الأمني. لذلك كلما شهدنا هناك تجاذبات سياسية، كلما كان هناك خروقات أمنية، وبالتالي الخروقات الأمنية تؤثر تأثير مباشر على سير عملية الانتخابات التي تسير بشفافية عالية. بالتالي هو نفس القاعدة الاقتصادية التي تقول رأس المال جبان، دائما رأس المال يبحث عن بيئة آمنة، المواطن أيضا يبحث عن بيئة آمنة من أجل الإدلاء بصوته، من أجل إعطاء صوته للمرشح الذي يريده، دون التلويح بالسلاح ودون تهديد ودون تفجير. حقيقة نحن نسميه في العراق بالتسخين المبكر للانتخابات. كلما اقترب موعد الانتخابات كلما شهدنا خروقات أمنية وكذلك تهديد واستعراض ووعد ووعيد، والكثير من هذه الأمور التي من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابيه، وهذا يعتمد بالدرجه الاساس على القائد العام للقوات المسلحه وسيطرته على المفاصل الامنيه من خلال ارسال رسائل اطمئنان، من خلال وجود الجيش العراقي البطل، وجود صحيح. القوات الامنيه، عناصر الاستخبارات، وكاله الاستخبارات، خليه الصقور، الكثير من مفاصل الدوله التي تسيطر على المناطق من اجل استتباب الوضع حتى يذهب الناخب الى محطات الاقتراع والادلاء بصوت الشخص الذي يريده، بعيدا عن كل المزايدات وبعيدا عن كل التهديدات. صحيح. السيد سيف السعد المحلل السياسي العراقي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من العاصمه العراقيه بغداد، شكرا جزيلا.